صباح الخير يا صغاري اليوم عنا نشاط جديد كيف العادة كل يوم عنا نشاط جديد اليوم عنا الأعداد أما بش نحسبو, بش نحسبو شوي نحسبو الأرقام مثال عنا هنا الأربعة مع اثنين عنا أربعة مع اثنين تساوي قديش ونشوف الرقم مع بعضنا عنا هنا كور متاع صلصال بش نحسبو بهم وعنا زيدا الخطوط هذه باش تعاوننا الخطوط هذيه دي ما تعاوننا خاطر النصف الثاني لازم يكون مكمل للنصف هذيه به يعني نحاولوا نبداو مع بعضنا بشوي بشوي عندنا كور السلسال بحذينا والارقام قدامنا يلا نحسبوا به ناخذوا اول رقم واللي هو اسهل رقم عندنا واحد مع واحد نمثلوه بالسلسال واحد مع واحد باش نشوفوا المجموع قداش يجينا واحد اثنين عنا اثنين نلوج على رقم اثنين اهو رقم اثنين وباش نتاكد اللي انا صحيحه لازم كنحط الرقم يجي مطابق للمكان اهو معناها انا راني صحيح يلا نتعدي الرقم اللي بعده ناخذ اربعه مع واحد يلا ناخذ بالسلسال نحط اربعه واحد اثنين ثلاثة أربعة ب مع واحد نحسب الكل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة لوج على رقم خمسة اه رقم خمسة يلا نحاول نحط الرقم وزيد لازم يكون مطابق للمكان اوبا اه بلاستو صحيحة يلا نتعدي للرقم اللي بعده عنا هنا اثنين مع اثنين باش نمثلوها كالعادة بالصلصال واحد اثنين نحطو من الشيرة الأخرى زادة واحد اثنين نجمع المجموع الكل واحد اثنين ثلاثة أربعة لوج على رقم أربعة أهو رقم أربعة يلا نحط أوبا هاي آه جاتنا كيف كيف يلا نتعديو للي بعده. عنا هنا واحد مع اثنين يلا عنا واحد ونشوفه هنا اثنين واحد اثنين يلا نجمع المجموع واحد اثنين ثلاثة لوج على رقم ثلاثة اهو رقم ثلاثة يلا نحط اوبا جات كيف كيف وزاد من نفس اللون يلا نتعديو للي بعدو عنا هنا أربعة مع اثنين ب نحسب أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة مع اثنين يلا نحط واحد اثنين نحسب المجموع واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة لوج على رقم ستة أهو عنا هنا رقم ستة يلا نحطو هاكا مطابق للمكان وزيد نفس اللون اللي هو اللون البني نتعدي للاخر عندنا هنا واحد مع صفر واحد مع صفر معناها لا شيء قديش يجينا يجينا واحد اها وعندنا هنا رقم واحد نحاول نحطه اها زينا مطابق للرقم ويعطيكم الصحه يا صغار نقولكم باي باي نخدمو النشاط لازمنا برشا تركيز و نحاولو نركزو مع الكرات نتاع الصلصال به و بس هي باي باي